بعدما طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم فاف من الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح تحقيق بخصوص ما حدث في المباراة بين الخضر والكاميرون في إياب الملحق الإفريقي لتصفية مونديال قطر 2022 وإعادة إجرائها بسبب الأخطاء التحكيمية التي شابت المباراة. وبعد أكثر من شهر الاتحاد الدولي فيفا يرد في بيان فيه أن الفيفا قبلت رسميا ملف الجزائر شكلا وتمنح لجنة التحكيم الضوء الأخضر لدراسته. الإيطالي كولينا سيتولى رئاسة اللجنة المشرفة على تشريح ملف الجزائر. إذا لاحظت لجنة كولينا أن الأخطاء مبالغ فيها وغير طبيعية فستعد تقريرا على لجان المنافسة الأخلاقيات لاتخاذ قرارات نهائية. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.